أولا هذا كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن، ألف حمود بن عبد الله بن حمود التويجري، علق عليه بن باز والمملكة كلها على أن هذا هو وصف الله سبحانه وتعالى، إن الله عز وجل على سيدنا آدم على صورة الرحمن. الضمير راجع لمنه؟ قال الله يشبه آدم ده بن باز بخدمه، ذكر قال إنه بن باز قال الله يشبه آدم، الله بيشبه آدم. القصة موضوع بسيط جدا، ما دروك وراك، بسيط جدا. في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، الحديث عنده بقية، ده حديث صحيح في البخاري، صح كتاب بعد كتاب الله. يلا الحديث فهموا الصحيح شنو؟ الهرج على منه. أيوة فهموا الصحيح شنو؟ الهرج على منه. نعم أوريك كلام جميل جدا وبسيط ما يحتاج له جوطة. طيب ده سئل فضيلة الشيخ العلامة محمد صالح العثيمين اللي هو بيتهموه إنه كذا وكذا وكذا، ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته؟ دي مجموعة الفتاوى بتاعه، وكلام جميل كيف كلام العلماء. فأجاب هذا الحديث أعني قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته ثابت في الصحيح، يعني صحيح البخاري. طيب ويحمل على أحد معنيين بسيط جدا، الأول أن الله خلق آدم على صورة اختارها، أما الإضافة صورته لها المضافة دي، وأضاف إلى نفسه تعالى تكريما وتشريفا زي ناقة الله وسقياها، أضاف الله روح عيسى إلى نفسه، مش معناته عيسى بيشبه الله، ده فهم بتاع الله ما يسمون بالأشاعرة. الثاني أن المراد خلق آدم على صورته تعالى من حيث الجملة، ومجرد كونه على صورته لا يقتضي المماثلة، مش ده دار تنفيه أنت إنه ما بيشبه الله ما ماسه، لا يقتضي المماثلة. والدليل صحيح البخاري ذاته، قال النبي صلى الله عليه وسلم، حديث طبعا اللي باقي الحديث، إن الله إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر، ثم الذين يلونهم على أضواء كوكب في السماء، ولا يلزم، يا سلام، ولا يلزم أن تكون هذه الزمرة مماثلة للقمر، لأن القمر أكبر من أهل من أهل الجنة بكثير، فإنهم يدخلون الجنة طولهم 60 ذراعا، فليسوا مثل القمر، لا عندهم القمر ده لا عنده عيون لا نخرة. ده الموضوع كله شيخ مزمل، موضوع التويجري، شيخ مزمل موضوع التويجري، عذرا شيخ مزمل، سؤالي هو بهذا الكلام يعني أنكم متفقون على وجه التنزيه؟ وديل قالوا غير الله بيخلق الصفية، متفقين كيف؟ قالوا البزور قبة الشيخ 7 جمعة لم تأكله النار، متفقين كيف؟ محمد عثمان عبد البرهاني قال أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، أنا الله، بما يخص التشبيه، بما يخص التشبيه، لا متفقين كيف؟ بما يخص التشبيه، أنا ما أتفق معهم ولا في أصل الدين العقيدة. محمد عثمان عبد البرهاني هذا يعني أنهم كفار؟ لا ما أتفق معهم، كونه أنا ما أتفق ما يعني الكفر. محمد عثمان ليش؟ محمد عثمان عبد البرهاني قال أنا الحق في الدنيا، ده صوفي طبعا وده بدافع عنه، أنا الحق في الدنيا، أنا الحق في اللقاء، إذا الأرض مدت والسماوات حقتي، جبريل وميكال وعسراف وعزراء جنودي في التصريف، هم تحت إمرتي، أجود على أمي لترحم طفلها، فرحمة من في الكون من بعض رحمتي. وين الاتفاق؟ من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا.